بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في قناتي، قناه جنة ستايل. معاكم عبير علام. النهارده ان شاء الله هنعمل المفرش ده. تمام، هعمل منه واحد تاني. دي بغرزه الاناناس زي ما انتم شايفين. معايا النهارده الخيط بتاعي، ده خيط موجود عندي اسمه جاردن. تمام، ده خيط جاردن. الخيط ده 50 جرام بس. المفرش ده اخد 50 جرام، وهعمل واحد تاني ب50 جرام تانية. تمام، معايا الابرة بتاعتي 2.1 ملليمتر. تمام، والمقص بتاعي. تمام، هنبدأ بسم الله. اول حاجة هعمل 12 سلسلة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، واقفلها على شكل دايرة. تمام، وهرتفع 3، وهعمل في الدايرة عمود، بعدين 5 سلسلة، 2، 3، 4، 5، هعمل في الدايرة زي بف كده، مش هقفلها، واقفلهم سوا. تمام، 5 سلسلة، اجي جوه الدايرة تاني، اعمل عمود مقفلوش للاخر، وعمود تاني، واقفل الاتنين سوا. 5 سلسلة، واجي هنا تاني، هنا غرزة بف من عمودين. تمام، اهي 5 سلسلة، هعمل عمود مقفلوش للآخر، واجي عمود تاني جنبه، واقفل الاتنين سوا. 5 سلسلة تاني، غرزة بف اهي. تمام، 5 سلسلة، غرزة بف من عمودين، ادي واحد، وادي اتنين، 5 سلسلة، خف تاني، اتنين، تلاتة، اربعة، 5 سلسلة، وعمل تاني عمود مش كامل، وعمود تاني مش كامل، واقفل الاتنين سوا. المفروض يكون عندي 10 حرف، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، باقي واحدة، 4، 5، وايه، وادي عمودين مش مقفلين للاخر، وبعد كده اقفل الاخير. هعمل غرزتين، وهعمل عمود في الغرزة بتاعت الباف من فوق. تمام، عشان اطلع في نص الغرزة. تمام كده، هعمل 7 غرز، 7 سلسلة، وادي في الفراغ بتاع ال5 سلسلة اللي تحتيه اعمل حشو. 7 سلسلة، وفي الفراغ اللي تحتيه حشو. 7 سلسلة، الفراغ ده هعمل فيه حشو. 7 سلسلة، 6، 7، وهنا حشو. هكمل كده للآخر وارجع لكم. انا كده وصلت لغاية آخر آخر مجموعة في الدور ده. هرتفع 3 سلسلة، وهاجي عند أول غرزة، وهعمل فيها عمود برضو عشان أطلع في نص الفراغ. تمام، هطلع 3 عمود، 3 سلسلة، أنا آسفة، وبعدين أعمل في نفس المكان عمود، سلسلتين، 2 عمود. تمام،
أعمل 3 سلسلة، وأجي في الفراغ ده أعمل 2 على الهند، سلسلتين، 2 عمود تاني. تمام، اعمل 3 سلسلة في الفراغ اللي بعديه، هعمل 2 عمود، سلسلتين، 2 عمود تاني. تمام، يبقى انا كل فراغ وبعمل فيه عمودين، سلسلتين، عمودين. تمام، وما بين كل فراغ والتاني بعمل 3 سلسلة. اخلص الدور ده وارجع لك. انا كده وصلت لاخر الدور. تمام، هعمل 3 سلسلة زي ما احنا اتفقنا، ما بين كل مجموعة ومجموعة في 3 سلسلة. هاجي هنا عند الارتفاع بتاع 3 سلسلة، هنا السلسلة الثالثة من فوق، هعمل منزلقة، وبعدين هعمل منزلقة اللي بعدها، منزلقة لغاية لما اوصل للفراغ اللي هو السلسلتين. تمام، هرتفع 3 سلسلة، هعمل عمود، سلسلتين، 2 عمود، كل ده في الفراغ بتاع الاثنين سلسلة من الدور اللي تحت. يبقى 3 سلسلة عمود، سلسلتين، 2 عمود. تمام، هاجي بعد كده هعمل 3 سلسلة، 1 2 3، وهعمل هنا حشو، 3 سلسلة تاني، وهاجي في الفراغ بتاع السلسلتين اللي تحت وهعمل فيهم 2 عمود، سلسلتين، 2 عمود في نفس الفراغ. تمام، بعد كده هعمل 3 سلسلة، هعمل حشو في 3 سلسلة اللي تحت من الدور اللي تحت، وبعدين هطلع تاني 3 سلسلة، اجي في الفراغ العمودين اعمل 2 عمود، سلسلتين، 2 عمود. تمام، يبقى انا بعمل في كل فراغ سلسلتين من الدور اللي تحت، بعمل فيه عمودين، سلسلتين، عمودين، وبعد كده بعمل 3 سلسلة، واعمل في الفراغ اللي تحت بتاع 3 سلسلة حشو، واطلع تاني 3 سلسلة. تمام، اخلص بقى الدور ده وارجع لكم. انا كده وصلت للاخر. تمام، عملت 3 سلسلة، انزل هنا في الفراغ ده اعمل حشو، اطلع تاني 3 سلسلة، وهاجي عند اول 3 سلسلة اللي هنا اعمل فيها منزلقة، وبعدين منزلقة في العمود اللي بعده، ومنزلقة في الفراغ اللي هو سلسلتين، هرتفع 3 سلسلة، هعمل عمود، سلسلتين، 2 عمود، وبعدين هعمل 7 سلسلة، 3 4 5 6 7، وهسيب الفراغين دول، وهاجي هنا في الفراغ اللي هو 2 سلسلة هعمل عمودين، سلسلتين، 2 عمود. تمام، وبعدين 7 سلسلة تاني، هسيب الفراغين دول وهاجي هنا هعمل عمودين، الفراغ اللي هو سلسلتين ده هعمل عمودين، سلسلتين، عمودين في نفس الفراغ. تمام، وبعدين 7 سلسلة، وهسيب الفراغين دول وهاجي في الفراغ اللي هو سلسلتين هعمل 2 عمود، سلسلتين، 2 عمود. هكرر كده لغاية الآخر. تمام، خلص الدور ده وارجع لكم. انا كده وصلت للآخر. تمام، اخر الدور اعمل 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7، وهاجي عند السلسلة الثالثة فوق وهعمل منزلقة، وهعمل في العمود اللي بعدها منزلقة، منزلقة في الفراغ السلسلتين، هرتفع 3 سلسلة، هعمل عمود في نفس الفراغ، سلسلتين،
على دين. تمام. وبعد كده هعمل 3 سلسلة، وهاجي هنا في السلسلة الرابعة 1 2 3 4 هعمل عمود سلسلتين عمود في نفس السلسلة الرابعة. تمام. بعدين هعمل 3 سلسلة، هاجي في الفراغ السلسلتين ده هعمل عمودين سلسلتين عمودين في نفس الفراغ. تمام. وبعدين هعمل 3 سلسلة، هاجي هنا في السلسلة الرابعة 1 2 3 4 بسم الله، هعمل عمود سلسلتين وعمود في نفس السلسلة نفس المكان، 3 سلسلة فراغ السلسلتين ده هعمل فيه عمودين سلسلتين عمودين. هكرر كده للآخر وارجع لكم. انا ما بعملش، انا بعمل هنا في السلسلة، ما بحبش اعمل حوالين السلاسل علشان ما تهربش. تمام. عشان تبقى ثابتة اهي، ثابتة. لكن لما بعملها هعمل هنا اوريها لكم، 3 هعملها كده اهي حوالين السلسلة، هتلاقوها ايه بصوا فتحت ازاي فبتهرب، لكن كده هي مقفولة اهي حرف V. تمام. كده لما بعملها حوالين السلسلة بتهرب، فانا عشان كده بعد السلسلة الرابعة واشتغل فيها. تمام. اخلص الدور ده وارجع لكم. انا كده خلصت، هاجي عند عملت اخر عمود سلسلتين عمود، هعمل 3 سلسلة، وهاجي هنا في السلسلة الثالثة من فوق هعمل منزلقة، العمود اللي بعديها هعمل منزلقة، وفي الفراغ منزلقة. تمام. هرتفع 3 سلسلة، هعمل عمود في نفس الفراغ سلسلتين عمودين، كل ده الفراغ بتاع السلسلتين. تمام كده. وبعدين هعمل سلسلتين مش 3، وهعمل عمود سلسلة عمود في نفس المكان، هما 5 عواميد وبينهم سلاسل، عمود سلسلة كده 3، عمود سلسلة كده 4 عمود. تمام. سلسلتين وبعدين عمودين سلسلتين عمودين. تمام. هعمل سلسلتين وبعدين هعمل هنا عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود. تمام. يبقى انا في كل غرزة V بعمل فيها 5 عواميد بين كل واحد تاني سلسلة. تمام. وكل مجموعة فيها سلسلة عمودين سلسلتين عمودين بعمل فيها عمودين سلسلتين عمودين، والفرق ما بين المجموعة دي والمجموعة دي سلسلتين. تمام. يبقى انا هكمل كده للآخر وارجع لكم. انا كده وصلت للآخر، آخر عمود اهو. تمام. هعمل سلسلتين، وهاجي هنا في السلسلة الثالثة بتاعت الارتفاع اعمل منزلقة، العمود اللي بعديه منزلقة، وفي الفراغ ده منزلق. تمام. هرتفع 3 سلسلة، واعمل في نفس الفراغ عمود وبعدين سلسلتين وبعدين 2 عمود في نفس الفراغ. تمام. وبعدين هعمل 3 سلسلة، هاجي هنا الفراغ اللي هو السلسلة الواحدة ده هعمل حشو، 3 سلسلة الفراغ ده هعمل فيه حشو، 3 سلسلة الفراغ ده حشو، 3 سلسلة وهنا حشو. يبقى انا كده عاملة
ثلاث أوبر من الإيه اللي هي بداية الأناناسة، تمام؟ ثلاثهم هعمل ثلاثة سلسلة تاني، وهاجي في الفراغ بتاع السلسلتين هعمل عمودين، سلسلتين عمودين في نفس الفراغ، تمام؟ بعد كده هعمل ثلاثة سلسلة، واجي في الفراغ اللي هو السلسلة ده هعمل حشو، ثلاثة سلسلة حشو، ثلاثة سلسلة حشو، ثلاثة سلسلة حشو، تمام؟ بعد كده ثلاثة سلسلة، وأكرر بقى إيه نفس الكلام، هعمل هنا عمودين سلسلتين عمودين وأرجع أكمل نفس الكلام، أخلص الدور ده وأرجع له. أنا كده وصلت للآخر، تمام؟ عملت آخر ثلاث سلاسل أهو، وهاجي هنا عند السلسلة الثالثة أعمل منزلقة، وفي العمود اللي بعديه منزلقة، وفي الفراغ منزلقة، ارتفع ثلاث سلاسل، هعمل عمود، سلسلتين، عمودين، نفس الفراغ، بعدين سلسلتين، عمودين برضو في نفس الفراغ، تمام كده؟ يبقى أنا هنا عملت تزايد، بدل ما هو كان عمودين سلسلتين عمودين، لأ بقى عمودين سلسلتين عمودين سلسلتين عمودين، تمام؟ بعد كده هعمل ثلاثة سلسلة، واجي في الفراغ ده هعمل حشو، الفراغ اللي هو الثلاث سلاسل ده هعمل حشو، ثلاثة سلسلة حشو في الفراغ اللي بعده، ثلاثة سلسلة حشو، تمام كده؟ هعمل ثلاثة سلسلة، وهكرر هنا عمودين، سلسلتين، عمودين، سلسلتين، عمودين، تمام؟ هبدأ أكرر كده لغاية الآخر، عمودين سلسلتين عمودين في كل فراغ سلسلتين اللي هو فيه عمودين سلسلتين عمودين، تمام؟ وبعد كده ثلاث سلاسل، وهعمل في كل قبة من دول حشو، ثلاث سلاسل حشو، ثلاث سلاسل حشو، وبعدين ثلاث سلاسل وأكرر تاني، تمام؟ أخلص الدور ده وأرجع له. أنا كده خلاص وصلت للآخر، عملت ثلاثة سلسلة، تمام؟ هاجي هنا السلسلة الثالثة هعمل منزلقة، العمود اللي بعديه منزلقة، والمسافة دي منزلقة، هطلع ثلاثة سلسلة، هعمل عمود، سلسلتين، عمودين في نفس الفراغ، تمام؟ بعدين هعمل ثلاثة سلسلة، وهعمل في الفراغ ده عمودين، سلسلتين، عمودين، تمام كده؟ وبعدين هعمل أربعة سلسلة، وآجي في الفراغ اللي هي القبة دي بتاعت الثلاث سلاسل أعمل حشو، ثلاث سلاسل حشو في المسافة اللي بعدها، وبعدين أربعة سلسلة، وآجي في الفراغ بتاع السلسلتين ده أعمل عمودين، سلسلتين، عمودين في نفس الفراغ، وبعدين ثلاثة سلسلة، الفراغ اللي بعده هعمل عمودين، سلسلتين، عمودين في نفس الفراغ، تمام؟ هكرر كده، هعمل أربعة سلسلة، وبعدين حشو، ثلاثة سلسلة، حشو، أربعة سلسلة، وبعدين هنا الفراغ ده عمودين، سلسلتين، عمودين، بعدين ثلاثة سلسلة، وفي الفراغ ده عمودين، سلسلتين، عمودين. أكرر كده للآخر وأرجع لكم. أنا كده خلصت، هعمل أربعة سلسلة، وأجي عند السلسلة الثالثة هنا أعمل منزلقة، وبعدين في العمود اللي جنبيها منزلقة، وفي الفراغ منزلقة، ارتفع ثلاثة سلسلة، عمود، سلسلتين، عمودين،
تمام، وبعدين ثلاثة سلسلة، وأجي هنا في النص كده هعمل عمود سلسلتين عمود في نفس الغرزة، وبعدين هعمل ثلاثة سلسلة، وأجي في الفراغ ده هعمل فيه عمودين سلسلتين عمودين. تمام كده، وأجي كده العمود الثاني. بعد كده هعمل أربعة سلسلة، هاجي هنا في القبة دي اللي فيها ثلاثة سلسلة هعمل حشو، بعدين أربعة سلسلة، هاجي في الفراغ ده اللي فيه سلسلتين هعمل عمودين سلسلتين عمودين، بعدين ثلاثة سلسلة، هاجي في السلسلة في النص بتاعت الثلاثة سلسلة دي السلسلة التانية هنا هعمل فيها عمود سلسلتين عمود في نفس السلسلة، وبعدين ثلاثة سلسلة فراغ السلسلتين هعمل عمودين سلسلتين عمودين. تمام كده، هفضل اكرر كده لغاية الاخر. تمام، خلص وارجع لكم. انا كده هنا خلصت كده. تمام، هعمل اربعة سلسلة، وهيجي عن تلت سلسلة هنا وعمل مزلقة، وفي العمود اللي بعده مزلقة، وفي المسافة دي مزلقة. تمام، هرتفع تلاتة سلسلة، هعمل عمود سلسلتين عمودين ثلاثة سلسلة، هاجي في الفراغ ده اللي فيه سلسلتين ده هعمل فيه عمودين خمسة سلسلة عمودين. بعدين ثلاثة سلسلة عمودين سلسلتين عمودين. تمام، ثلاثة سلسلة، وهاجي هنا مفيش أي حاجة خالص، هاجي هنا هعمل عمودين سلسلتين عمودين. ثلاثة سلسلة، هعمل هنا عمودين خمسة سلسلة عمودين في نفس المكان، ثلاثة سلسلة عمودين سلسلتين عمودين، ثلاثة سلسلة، هتنقل لبعد كده هكرر كده. تمام، عمودين سلسلتين عمودين ثلاثة سلسلة عمودين خمسة سلسلة عمودين ثلاثة سلسلة عمودين سلسلتين عمودين ثلاثة سلسلة وهكذا. تمام، هخلص داير ما يدور وارجع. انا كده وصلت للاخر، هعمل ثلاثة سلسلة ثلاثة، وهاجي هنا عند السلسلة الثالثة هعمل بتاعت الارتفاع هعمل فيها مزلقة، وبعدين العمود اللي بعدها مزلقة، المسافة اللي بعدها مزلقة، ارتفع ثلاثة سلسلة هعمل عمود اثنين سلسلة واثنين عمود، بعدين ثلاثة سلسلة، وهعمل في المسافة اللي هي فيها خمسة سلسلة دي هعمل فيها 11 عمود.
واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11. ثلاثة سلسلة. أجي هنا في الفراغ ده أعمل عمودين، سلسلتين، عمودين. تمام كده. أجي هنا هسيب دي وهعمل هنا على طول عمودين، سلسلتين، عمودين. تمام، ثلاثة سلسلة. وهعمل هنا 11 عمود، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11. تمام، ثلاثة سلسلة. واجي هنا عمودين، سلسلتين، عمودين. تمام، هسيب الفراغ ده واجي في اللي بعده اعمل عمودين، سلسلتين، عمودين. تمام، انا هكرر بقى لغاية اخر الدور ده، بعمل عمودين، سلسلتين، عمودين، ثلاثة سلسلة، 11 عمود في المسافة اللي فيها خمسة سلسلة، وبعدين ثلاثة سلسلة، عمودين، سلسلتين، عمودين، عمودين، سلسلتين، عمودين، ثلاثة سلسلة، 11 عمود، ثلاثة سلسلة، عمودين، سلسلتين، عمودين. تمام، هكمل كده بقى للآخر وارجع لك. كده خلصت. تمام، هاجي في السلسلة الثالثة هنا هعمل منزلقة. تمام، هرتفع ثلاثة سلسلة وهعمل عمود في نفس المكان ما بين الغرزتين دول. تمام، سلسلتين، اثنين عمود. تمام كده. وبعدين هاجي في الفراغ اللي هو اثنين سلسلة ده هعمل واحدة حشو، هعمل أربعة سلسلة، وهاجي في كل عمود هعمل عمود سلسلة. تمام، عمود سلسلة. أنا عندي 11 عمود تحت، يبقى أنا هعمل 11 عمود وبينهم 10 سلاسل تقريبا. تمام، عمود سلسلة، عمود سلسلة، عمود سلسلة، عمود سلسلة، عمود سلسلة، عمود. تمام، هاجي بعد كده هعمل أربعة سلسلة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، هعمل هنا حشو في اللي هي الفراغ السلسلتين، وأعمل في المكان ما بين الغرزتين دول، الاتنين في دول، أعمل فيها اتنين عمود سلسلتين، اتنين عمود. تمام كده. وهاجي في الفراغ ده أعمل حشو، أربعة سلسلة، وهعمل في كل عمود من الحداشر عمود دول عمود، بعدين سلسلة، عمود،
سلسلة عمود سلسلة سلسلة عمود سلسلة هفضل كده لغاية آخر عمود أهو تمام سلسلة عمود سلسلة عمود بعد كده هعمل 4 سلسلة حشو هنا ما بين الفراغ بتاع السلسلتين وما بين الغرزتين دول هعمل 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود تمام كده وبعدين حشو هنا نكرر اللي انا عملته ده دير ما يدور وارجع له خلصت تمام هاجي هنا عند السلسلة الثالثة هعمل منزلقة تمام وبعدين العمود منزلقة والسلسلتين برضو منزلقة هرتفع 3 سلسلة وفي نفس المكان هعمل عمود سلسلتين 2 عمود في نفس الفراغ تمام كده وبعدين 4 سلسلة هاجي هنا في الفراغ اللي هو سلسلة واحدة هعمل حشو 3 سلسلة الفراغ اللي بعد حشو 3 سلسلة حشو تمام 3 سلسلة حشو هفضل كده لغاية ما اخلص اللي هو الفراغ السلسلة واحدة ده هعمل فيهم 3 سلسلة حشو في الفراغ 3 سلسلة حشو 3 سلسلة حشو 3 سلسلة حشو بعد كده 4 سلسلة وهاجي في الفراغ اللي هو السلسلتين ده هعمل عمودين سلسلتين عمودين تمام بعد كده 4 سلسلة وأكرر تاني في كل فراغ سلسلة هعمل فيها حشو وارتفع 3 سلسلة وبعدين حشو وهكذا للآخر تمام يبقى انا كده بكرر هنا ايه بعمل عمودين سلسلتين عمودين في الفراغ اللي هو السلسلتين تمام وبعدين 4 سلاسل وبعدين بعمل حشو 3 سلسلة حشو في الفراغات اللي هي سلسلة واحدة وبعدين 4 سلسلة وارجع تاني سلسل عمودين سلسلتين عمودين في الفراغ بتاع السلسلتين اللي تحت واكرر تمام اخلص الدور ده وارجع انا كده خلصت تمام عملت 4 سلسلة وهاجي هنا عند السلسلة الثالثة هعمل منزلقة وفي العمود اللي بعديه منزلقة في المسافة سلسلتين منزلقة هرتفع 3 سلسلة في نفس الفراغ هعمل عمود سلسلتين 2 عمود في نفس الفراغ تمام كده وبعدين هعمل 4 سلسلة وهاجي هنا في الفراغات اللي هي 3 سلسلة دي هاجي في أول واحدة هعمل حشو وبعدين 3 سلسلة حشو 3 سلسلة حشو 3 سلسلة حشو 3 سلسلة حشو أفضل كده لغاية آخر واحدة آخر فراغ 3 سلسلة تمام هعمل فيها حشو 1 2 3 حشو 1 2 3
الحشو، هعمل 4، 1، 2، 3 4 سلسلة، وهاجي في الفراغ السلسلتين هعمل 2 عمود سلسلتين 2 عمود، تمام. بعد كده 4 سلسلة، واجي في الفراغ اللي هو الثلاثة سلسلة ده اعمل حشو، واكرر كده داير ما يدور. يبقى بعمل عمودين سلسلتين عمودين، وكل فراغ فيه سلسلتين، تمام. بعدين 4 سلسلة حشو وتلاتات بقى لغاية اخر واحدة، اخر فراغ 3 سلسلة اعمل فيها حشو، وكده 4 سلسلة واكرر داير ما يدور، تمام. اخلص الدور ده وارجع للاخر، تمام. عملت 4 سلسلة، هاجي هنا عند السلسلة التالتة هعمل فيها منزلقة، وبعدين العمود اللي بعديه منزلقة، وفي الفراغ منزلقة، هرتفع 3 سلسلة، تمام. عمود في نفس الفراغ سلسلتين 2 عمود سلسلتين 2 عمود، تمام. بعد كده 4 سلسلة، وهاجي هنا في الفراغات اللي هي التلاتة السلسلة دي هعمل حشو 3 سلسلة، الفراغ اللي بعده حشو 3 سلسلة 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 حشو 3 سلسلة، وفي الآخر هنا حشو، تمام. هعمل 4 سلسلة، وهاجي في الفراغ اللي هو الاثنين ده هعمل فيه عمودين سلسلتين عمودين سلسلتين عمودين، تمام كده. وبعدين 4 سلسلة، وهاجي هنا برضو في الثلاثة سلسلة دي اعمل حشو، وهكرر كده. يبقى انا بعمل في كل فراغ سلسلتين هعمل عمودين سلسلتين عمودين سلسلتين عمودين، بين 4 سلسلة، وفي كل فراغ اللي هو الثلاثة سلسلة ده هعمل حشو 3 سلسلة حشو 3 سلسلة لغاية الآخر حشو 4 سلسلة في الفراغ التاني بتاع السلسلتين عمودين سلسلتين عمودين سلسلتين عمودين. هكمل كده للآخر وارجع خلصت، تمام. عملت 4 سلسلة، هاجي هنا في السلسلة التالتة من فوق هعمل منزلقة في العمود، هعمل منزلقة في المسافة دي هعمل منزلقة، ارتفع 3 سلسلة عمود سلسلتين 2 عمود في نفس الفراغ، وبعدين 3 سلسلة، بعدين 2 عمود في الفراغ التاني بتاع السلسلتين اللي جنبه، اتنين، بعدين 2 سلسلة، بعدين 2 عمود تاني في نفس الفراغ، 1، 2، وبعدين 4 سلسلة، 1، 2، 3، 4. وهاجي هنا في الفراغ اللي هو أول فراغ 3 سلسلة هعمل فيه حشو، وبعدين هعمل 3 سلسلة حشو في الفراغ اللي بعده، 3 سلسلة حشو في الفراغ اللي بعده، 3 سلسلة حشو في الفراغ اللي بعده، 3 سلسلة. هفضل كده لغاية آخر فراغ السنبولة دي، تمام. هذه كده حشو، هعمل 4 سلسلة، وبعدين في الفراغ السلسلتين ده هعمل فيه 2 عمود سلسلتين 2 عمود، ما بين الوحدة دي واللي هنا 3 سلسلة، تمام. بعدين اجي هنا في الفراغ ده اعمل 2 عمود
سلسلتين اتنين عمود في نفس الفراغ تمام كده، وبعدين أربعة سلسلة، وأجي في الفراغ اللي فيه تلاتة سلسلة أعمل حشو. أكرر الكلام ده لغاية آخر السطر تمام. هذا شكل السنبولة بان، وهنعمل شكل تاني سنبولة تانية تمام كده. يبقى الدور ده عبارة عن عمودين سلسلتين، عمودين في أول فراغ بينهم تلاتة سلسلة، وفي الفراغ التاني عمودين سلسلتين عمودين، بين أربعة سلسلة، وبعدين في كل فراغ تلاتة سلسلة هعمل حشو، وما بين كل فراغين هعمل تلاتة سلسلة تمام، وبعد كده أربعة سلسلة، وأكرر تاني. أخلص الدور ده وأرجع. أنا كده خلصت تمام. هعمل أربعة سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة، وأجي في تالت سلسلة من فوق هعمل منزلقة تمام، وفي العمود اللي بعده منزلقة، وفي المسافة منزلقة، وارتفع تلاتة سلسلة، وأعمل عمود في نفس الفراغ سلسلتين، اتنين عمود في نفس الفراغ تمام كده، وبعدين سلسلتين، وهاجي هنا في السلسلة التانية اللي هي في النص يعني، هعمل عمود سلسلتين، عمود في نفس السلسلة سلسلتين، واجي هنا في الفراغ اللي هو السلسلتين اعمل اتنين عمود سلسلتين، اتنين عمود تمام كده. بعد كده اعمل اربعة سلسلة، واجي في الفراغ اللي هو اول فراغ ثلاثة سلسلة اعمل فيه حشو، وبعدين ثلاثة سلسلة حشو في الفراغ اللي بعده، ثلاثة سلسلة حشو في الفراغ اللي بعده، ثلاثة سلسلة حشو في الفراغ اللي بعده تمام، ثلاثة سلسلة حشو، ثلاثة سلسلة، وهنا حشو. بعد كده أربعة سلسلة، وأجي في الفراغ الاتنين سلسلة ده أعمل اتنين عمود سلسلتين، اتنين عمود في نفس الفراغ، بعد كده أعمل سلسلتين، الفراغ التلاتة سلسلة ده أجي في النص اللي هي الغرزة التانية أعمل فيها عمود سلسلتين، عمود في نفس السلسلة تمام، سلسلتين، وأعمل في الفراغ السلسلتين ده اتنين عمود سلسلتين، اتنين عمود في نفس الفراغ تمام. بعد كده أربعة سلسلة، وهبتدي أعيد تاني اللي أنا عملته تمام كده. نخلص الدور ده وارجع للوسط للآخر تمام. هعمل أربعة سلسلة، وهاجي عند تالت سلسلة في البداية هعمل فيها منزلقة، وبعدين هعمل في العمود اللي بعده منزلقة، وفي المسافة الاتنين سلسلة منزلقة، هرتفع تلاتة سلسلة، هعمل عمود في نفس الفراغ سلسلتين، اتنين عمود في نفس الفراغ تمام، وبعدين هعمل سلسلتين، وهاجي في الفراغ اللي هو اتنين سلسلة ده هعمل فيه خمس عواميد، ما بين كل عمود والتاني سلسلة، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة اربعة ادي خمسة تمام كده. هعمل سلسلتين، واجي في الفراغ ده اعمل عمودين سلسلتين عمودين تمام، بعد كده اربعة سلسلة، وهاجي هنا في الفراغ التلاتة سلسلة ده اعمل حشو، تلاتة سلسلة
أشوف الفراغ اللي بعده، ثلاثة سلسلة حشو، ثلاثة سلسلة حشو، ثلاثة سلسلة حشو في الفراغ. تمام، بقى نعمل أربعة سلسلة، واثنين ثلاثة أربعة. نيجي هنا في الفراغ ده هعمل عمودين، سلسلتين، عمودين، بعدين اتنين سلسلة في الفراغ ده اللي هو عمود سلسلتين عمود، هعمل فيه خمس عواميد ما بين كل عمود والتاني سلسلة فراغ. تمام، ادي واحد، ادي اتنين، تلاتة سلسلة، أربعة سلسلة، خمسة. بعد كده أعمل سلسلتين في الفراغ ده، هعمل عمودين سلسلتين عمودين، اتنين سلسلتين عمودين. تمام كده، أنا كده بكرر ازاي، بعمل عمودين سلسلتين عمودين، وبعدين سلسلتين، وبعدين خمس عواميد ما بين كل عمود والتاني سلسلة، وبعدين هنا بعد ما خلصوا أعمل سلسلتين، وبعدين في الفراغ ده أعمل عمودين سلسلتين عمودين، أربع سلسلة مسافة. تمام، وأجي أشتغل في كل فراغ من الثلاث سلاسل هشتغل حشو، يبقى هنا حشو، ثلاث سلاسل حشو في اللي بعده، ثلاث سلاسل حشو في اللي بعده. تمام، وقت لما أوصل للآخر هعمل أربعة سلسلة، وبعد كده أرجع عيد تاني، عمودين سلسلتين عمودين، سلسلتين، خمس عواميد ما بين كل عمود والتاني سلسلة مسافة، بعدين سلسلتين، وبعدين عمودين سلسلتين عمودين. أخلص كده الدور ده وأرجع لك. أنا كده خلصت، عملت الأربعة سلسلة هم. تمام، هاجي عند السلسلة التالتة وأعمل منزلقة في العمود اللي بعدها، منزلقة المسافة، منزلقة، هرتفع تلاتة وأعمل عمود في نفس المكان، سلسلتين، عمود في نفس اتنين عمود في نفس الفراغ، وبعدين سلسلتين تاني، وبعدين اتنين عمود في نفس الفراغ. تمام كده، يبقى أنا عملت تلاتة سلسلة عمود، سلسلتين، اتنين عمود، سلسلتين، اتنين عمود. تمام، هعمل تلاتة سلسلة، واحد اتنين تلاتة، وهاجي المسافة دي هعمل حشو، هعمل تلاتة سلسلة وأعمل حشو، تلاتة سلسلة وأعمل حشو. تمام، تلاتة سلسلة وأعمل حشو، بعد كده تلاتة سلسلة، وأجي في الفراغ ده أعمل عمودين سلسلتين عمودين سلسلتين عمودين، كل ده في نفس الفراغ. تمام، بعدين أربعة سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة، وأجي هنا أعمل حشو، تلاتة سلسلة حشو، تلاتة سلسلة حشو، تلاتة سلسلة حشو. تمام، بعد كده أعمل أربعة سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة، وأجي في الفراغ ده أعمل عمودين سلسلتين عمودين سلسلتين عمودين، كل ده في نفس الفراغ. تمام، بعد كده تلاتة سلسلة، هاجي في الفراغ ده وأعمل حشو، تلاتة سلسلة الفراغ ده أعمل حشو، تلاتة سلسلة الفراغ ده أعمل حشو، تلاتة سلسلة الفراغ ده أعمل حشو. بعد كده تلاتة سلسلة وأعمل هنا عمودين
سلسلتين عمودين سلسلتين عمودين تمام. بعد كده اربع سلسلة. يبقى انا كده بعمل ايه؟ بعمل في كل فراغ ما بين عمودين سلسلتين عمودين بزود فيهم عمودين وسلسلتين، يبقى عمودين سلسلتين عمودين سلسلتين عمودين تمام. المسافة بعد كده 3 سلاسل، وبعد كده في كل فراغ سلسلة من العواميد، 5 عواميد بفراغ سلسلة بينهم، هعمل 3 سلسلة حشو 3 سلسلة حشو 3 سلسلة حشو، بعد كده 3 سلسلة، وارجع تاني هنا في الفراغ بتاع العمودين سلسلتين عمودين، هنعمل فيهم عمودين سلسلتين عمودين سلسلتين عمودين، وبعدين 4 سلسلة. لما باجي بوصل بالسنبولة الكبيرة دي او الأنامسية الكبيرة دي، بيبقى فيها هنا 4 سلسلة ومن هنا 4 سلسلة تمام. وفي النص بقى ايه؟ 3 حشو 3 سلسلة حشو 3 سلسلة حشو 3 سلسلة تمام. هنخلص بقى كده وارجع لكم. خلصت عملت 4 سلسلة، هاجي في السلسلة الثالثة هنا هعمل منزلقة، وفي العمود اللي بعدها منزلقة، وفي المسافة كمان منزلقة، هرتفع 3 سلسلة، هعمل عمود وبعدين سلسلتين، 2 عمود في نفس المكان، بعدين 3 سلسلة، واجي في الفراغ بتاع السلسلتين اللي جنبها اعمل فيهم 2 عمود سلسلتين 2 عمود تمام كده. بعد كده هعمل 3 سلسلة، واجي في الفراغ بتاع 3 سلسلة ده اعمل حشو 3 سلسلة، اعمل حشو في الفراغ اللي بعده 3 سلسلة حشو، بعد كده 3 سلسلة تاني، واعمل هنا في الفراغ ده عمودين سلسلتين عمودين في نفس الفراغ، يعني عمودين سلسلتين عمودين في نفس الفراغ، وبعدين 3 سلسلة، وبعدين في الفراغ اللي بعده عمودين سلسلتين عمودين تمام كده. وبعد كده 4 سلسلة، واجي هنا في الفراغ بتاع 3 سلسلة اعمل الحشو، بعدين 3 سلسلة الفراغ اللي بعده اعمل حشو 3 سلسلة الفراغ اللي بعده اعمل حشو، بعدين 4 سلسلة، واجي هنا في الفراغ ده اعمل عمودين سلسلتين عمودين في نفس الفراغ تمام. بعد كده اعمل 3 سلسلة، واعمل في الفراغ اللي بعده عمودين سلسلتين عمودين تمام كده. طب نكرر اللي احنا عملناه كده، في الفراغ ده بعمل عمودين سلسلتين عمودين وبينهم 3 سلسلة، واكرر تاني في الفراغ اللي بعده عمودين سلسلتين عمودين تمام. بعد كده 3 سلسلة، وبعدين حشو 3 سلسلة حشو 3 سلسلة حشو، وبعدين 3 سلسلة تاني، واكرر تاني عمودين سلسلتين عمودين 3 سلسلة عمودين سلسلتين عمودين، وبعدين 4 سلسلة، وبعدين حشو 3 سلسلة حشو 3 سلسلة حشو 4 سلسلة، واكرر تاني تمام. انا هخلص الدور ده وارجع لكم على طول ان شاء الله. عملت 4 سلسلة، هاجي في السلسلة الثالثة زي ما اتعودنا بقى، بعمل منزلقة، وبعدين في العمود اللي بعديه منزلقة، وفي الفراغ منزلقة، ارتفع 3 سلسلة، عمود في نفس الفراغ سلسلتين 2 عمود في نفس الفراغ تمام.
بعد كده هعمل سلسلتين وهيجي هنا في السلسلة الثالثة هعمل عمود سلسلتين في نفس السلسلة هعمل عمود تمام وبعدين سلسلتين في الفراغ ده هعمل 2 عمود سلسلتين 2 عمود تمام بعد كده هعمل 3 سلسلة هاجي في الفراغ ده بتاع 3 سلسلة اعمل حشو وبعدين 3 سلسلة الفراغ اللي جنبي واعمل حشو تمام بعدين 3 سلسلة هاجي في الفراغ ده هعمل عمودين سلسلتين عمودين في نفس الفراغ تمام بعد كده هعمل سلسلتين هاجي في السلسلة التالتة هنا هعمل فيها عمود سلسلتين في نفس المكان هعمل عمود تاني تمام بعد كده سلسلتين هعمل هنا عمودين سلسلتين عمودين في نفس الفراغ تمام بعد كده 4 سلاسل وآجي هنا في الفراغ ده أعمل حشو وبعدين 3 سلاسل وأعمل هنا الفراغ ده حشو وبعدين 4 سلاسل وآجي في الفراغ بتاع السلسلتين ده أعمل عمودين سلسلتين عمودين أنا هكرر الكلام ده غير ما يموت تمام يبقى أنا بعمل إيه بعمل كل فراغ سلسلتين عمودين قصدي سلسلتين عمودين بعمل عمودين سلسلتين عمودين وفي الفراغ اللي ما بينهم اللي هو التلاتة سلسلة هعمل في الغرزة التانية اللي هي في النص هعمل عمود سلسلتين عمود تمام بفصل هنا بسلسلتين وهنا سلسلتين نقولها تاني عمودين سلسلتين عمودين في أول فراغ بعد كده سلسلتين وبعد كده في الغرزة اللي في النص في المسافة اللي تحت اللي هي تاني غرزة هعمل عمود سلسلتين عمود بعد كده سلسلتين في الفراغ اللي بعديه هعمل عمودين سلسلتين عمودين تلاتة سلسلة حشو في الفراغ اللي هو بتاع تلاتة سلسلة اللي تحتيه بعدين تلاتة سلسلة بعدين حشو في الفراغ بتاع تلاتة سلسلة اللي تحتيه بعد كده 3 سلسلة وارجع تاني عمودين سلسلتين عمودين سلسلتين عمود سلسلتين عمودين في النص في نص المسافة اللي تحت اللي هي الغرزة التانية وبعد كده سلسلتين وبعدين عمودين سلسلتين عمودين بعد كده انا قلت ان السنبلة الكبيرة دي او الاناناسة الكبيرة دي بتفرق ما بين الكيرف ده والكيرف ده 4 سلاسل يبقى هعمل هنا 4 سلسلة وين حشو في السلسلة اللي هي المسافة بتاع 3 سلسلة اللي تحتيها بعدين 3 سلسلة وبعدين حشو في المسافة اللي بعدها 4 سلسلة وابتدي اكرر تاني تمام انا هخلص الدور ده ونرجع نشوف هنكمل ازاي خلصت هنا تمام هاجي بعد الاربع سلسلة دول هاجي عند 3 سلسلة واعمل منزلقة العمود اللي بعده منزلقة في المسافة اللي بعدها منزلقة تمام ارتفع 3 سلسلة 3 وهعمل في نفس الفراغ 1 عمود سلسلتين 1 2 عمود قصدي تمام كده زي ما بنعمل كل مرة وبعدين سلسلتين هاجي في الفراغ ده هعمل 5 عواميد ما بين كل عمود والتاني سلسلة ادي 1 ادي 2 هذه 3 هذه 4 كده سلسلتين هعمل في المسافة دي أو في الفراغ ده 2 عمود سلسلتين 2 عمود تمام بعد كده هعمل هنا 3 سلسلة واجي في الفراغ ده اعمل حشو وبعدين 3 سلسلة واجي هنا في الفراغ ده اعمل 2 عمود سلسلتين 2 عمود
القادم. بعد كده هعمل سلسلتين، المسافة دي هعمل فيها 5 عواميد ما بين كل عمود والتاني سلسلة مسافة. تمام، ادي 2، ادي 3 4 5. بعد كده سلسلتين، وهنا في الفراغ ده هعمل عمودين سلسلتين عمودين. تمام، بعد كده 4 سلسلة من أسفل، 1 2 3 4، واجي في الفراغ بتاع 3 سلسلة أعمل حشو، وبعدين 4 سلسلة تاني 3 4، واجي في الفراغ ده أعمل عمودين سلسلتين عمودين. تمام، بعد كده هعمل سلسلتين، في الفراغ ده هعمل 5 عواميد ما بين كل عمود والتاني سلسلة مسافة. ادي 2، ادي 3، ادي 4، وادي 5. تمام، بعدين سلسلتين عمودين سلسلتين عمودين في الفراغ اللي بعده. تمام كده، يبقى انا في الدور ده بعمل ايه؟ بعمل في كل فراغ سلسلتين عمودين عمودين سلسلتين عمودين، بعمل فيها عمودين سلسلتين عمودين. المسافة اللي هي الاتنينات بسيبها اتنينات، والتلاتات بسيبها تلاتات، والاربعات زي الدور اللي تحت بالظبط. الفراغ اللي هو حرف الفي ده انا عاملة فيه 5 عواميد ما بين كل عمود والتاني سلسلة فراغ. تمام، وهنا انا قفلت خلاص السنبله الصغيره دي او الاناناسه الصغيره، نفس الكلام للاناناسه الكبيره دي خلاص. تمام، هنكمل الدور ده وارجع لكم. انا كده وصلت للاخر. تمام، عملت 4 سلسلة، جيت في السلسله الثالثه عملت فيها منزلقه. هعمل في العمود اللي بعدها منزلقه، وفي الفراغ ده منزلقه. تمام، هرتفع 3 سلسلة وهعمل عمود في نفس الفراغ سلسلتين، واتنين عمود تاني في نفس المكان. تمام كده، وبعدين هعمل 3 سلسلة وهاجي في الفراغ اللي هو بتاع السلسلة الواحدة ما بين كل عمودين ده هعمل حشو، 3 سلسلة حشو في الفراغ اللي بعده، 3 سلسلة حشو في الفراغ اللي بعده، 3 سلسلة حشو. تمام، بعد كده 3 سلسلة وهاجي في الفراغ ده هعمل عمودين سلسلتين عمودين. ادي عمودين، ادي سلسلتين، وادي عمودين. تمام كده، هاجي هنا هعمل سلسلة، وهاجي في الفراغ ده هعمل عمودين سلسلتين عمودين. تمام، هرجع تاني هعمل عادي، هدي 3 سلسلة وهاجي هنا هعمل حشو، 3 سلسلة حشو، 3 سلسلة حشو، 3 سلسلة حشو، 3 سلسلة. تمام، وهاجي هنا هعمل عمودين في الفراغ ده سلسلتين عمودين. تمام، سلسلة، وهروح رايحة للمكان التاني على طول، مفيش حاجة هعملها في الفراغ ده، هعمل عمودين
سلسلتين عاملين. تمام، يبقى انا بكرر بقى كده زي ما احنا شايفين. في الفراغ الاولاني هعمل عمودين سلسلتين عمودين، بعدين ثلاثة سلسلة، وفي كل فراغ بتاع سلسلة هعمل حشو ثلاثة سلسلة، حشو ثلاثة سلسلة، حشو ثلاثة سلسلة، حشو. تمام، وبعد كده هعمل ثلاثة سلسلة، وفي الفراغ ده اعمل عمودين سلسلتين عمودين، واعمل سلسلة وهنط المكان ده هيبقى فاضي زي ما انتم شايفين كده، بس هعمل سلسلة واشتغل تاني نفس الكلام. تمام، كل ما هلاقي اللي هو المكان بتاع الأناناسة في الدور اللي تحت الخلصانة دي هعمل فيها سلسلة بس، سواء في الصغيرة دي أو في الكبيرة. تمام، هعمل فيها سلسلة وأكمل شغل عادي. تمام، أخلص وأرجع. أنا كده هنا خلصت أهو. تمام، هعمل واحدة سلسلة وهاجي في تالت سلسلة في البداية وهعمل منزلقة، وبعدين في العمود اللي بعده منزلقة، وبعدين في الفراغ منزلقة، هرتفع ثلاثة سلسلة. تمام، واعمل في نفس المكان عمود سلسلتين، اتنين عمود في نفس المكان. تمام كده، وبعدين هعمل ثلاثة سلسلة وهاجي هنا في الفراغ بتاع ثلاثة سلسلة هعمل حشو ثلاثة سلسلة، والفراغ اللي بعده حشو ثلاثة سلسلة، الفراغ اللي بعده حشو. تمام، ثلاثة سلسلة، وبعدين هاجي هنا في الفراغ ده هعمل اتنين عمود سلسلتين، اتنين عمود. تمام كده، وبعدين هعمل ثلاثة سلسلة وهاجي هنا في اللي هي كانت السلسلة اللي في النص دي هعمل فيها حشو. تمام، ارتفع تاني ثلاثة سلسلة واجي في الفراغ ده اعمل اتنين عمود سلسلتين، اتنين عمود. ادي اتنين عمود سلسلتين، اتنين عمود. تمام كده، وبعدين هعمل ثلاثة سلسلة هاجي الفراغ ده هعمل ثلاثة، هعمل حشو قصدي، بعدين ثلاثة سلسلة حشو في اللي بعدها، ثلاثة سلسلة حشو في اللي بعدها. تمام، بعدين ثلاثة سلسلة، وفي الفراغ ده هعمل عمودين سلسلتين عمودين. تمام، وبعدين هعمل ثلاثة سلسلة واجي في السلسلة اللي انا كنت عاملاها في النص ما بين المجموعة دي والمجموعة دي هعمل فيها حشو، وبعدين ثلاثة سلسلة واكمل عادي. تمام، يبقى انا كده بعمل في كل مكان فيه عمودين سلسلتين عمودين، في السلسلتين بعمل عمودين سلسلتين عمودين، وبعد كده ثلاثة سلسلة، وفي كل فراغ من ثلاثة سلسلة هعمل حشو ثلاثة سلسلة، حشو ثلاثة سلسلة، حشو من ثلاثة سلسلة، وفي الفراغ اللي هو السلسلتين هعمل عمودين سلسلتين عمودين، وبعد كده هعمل ثلاثة سلسلة، وفي السلسلة اللي كنت سايباها ما بين المجموعتين هعمل فيها حشو، وارتفع تاني ثلاثة سلسلة واكرر المجموعة. تمام، هنخلص الدور ده وارجع. خلصت هنا، هذه ثلاثة سلسلة. تمام، وهاجي في السلسلة اللي ما بين المجموعتين دول اروح عاملة حشو، ارتفع ثلاثة سلسلة، وهشتغل في السلسلة الثالثة دي منزلقة، وبعدين العمود اللي وراه منزلقة، وبعدين الفراغ ده منزلقة، ارتفع ثلاثة سلسلة، وهعمل في نفس المكان عمود سلسلتين اتنين عمود. تمام، وبعدين هعمل ثلاثة سلسلة وهاجي في الفراغ ده هعمل حشو، وبعدين ثلاثة سلسلة وحشو.
بعد كده 3 سلسلة، واجي في الفراغ ده هعمل 2 عمود، سلسلتين، 2 عمود، تمام. هلف الشوك من هنا، هبتدي اشتغل كل حتة لوحدها، هلف الشوك وهعمل منزلقة في العمود اللي وراها وبعدين منزلقة في السلسلتين، هرتفع 3 سلسلة وبعدين اعمل عمود، سلسلتين، 2 عمود في نفس المكان، تمام كده. وبعدين 3 سلسلة، 3، واجي هنا في الفراغ ده هعمل حشو، وبعدين 3 سلسلة، وهاجي في الفراغ ده هعمل 2 عمود، سلسلتين، 2 عمود، تمام. هلف الشغل تاني وهعمل منزلقة في العمود ده ومنزلقة في الفراغ، ارتفع 3 سلسلة وهعمل في نفس الفراغ عمود، سلسلتين، 2 عمود، تمام. وهاجي في الفراغ ده هعمل تاني 2 عمود، سلسلتين، 2 عمود، تمام كده. هلف الشغل اخر مرة، هشتغل هنا منزلقة في الفراغ ده، منزلقة بعدين هرتفع 3 سلسلة وهعمل غرزة بوف من 3، تمام. ودي 2 ودي 3، الناحية التانية ودي 1 2 3، واقفل، تمام كده. انا كده ايه، خلصت هنا، وهروح بس غرزة، تمام، وأقص الخيط. بس لازم يبقى ايه، وش الشغل قصادي زي ما اشتغلنا، هنكمل، تمام. هاجي هنا في الفراغ ده هعمل 3 سلسلة، عمود، سلسلتين، 2 عمود، تمام. وبعدين 3 سلسلة، هاجي في الفراغ ده هعمل حشو، 3 سلسلة، هعمل هنا كمان حشو، 3 سلسلة، وهاجي في الفراغ ده هعمل 2 عمود، سلسلتين، 2 عمود، هلف الشوك وهعمل منزلقة العمود الأولاني، وبعدين أعمل منزلقة في الفراغ، هطلع 3 سلسلة في نفس الفراغ، هعمل عمود، سلسلتين، 2 عمود في نفس الفراغ، تمام. بعدين 3 سلسلة، وأجي هنا هعمل حشو، 3 سلسلة، وأجي هنا أعمل 2 عمود، سلسلتين، 2 عمود، هلف الشغل واجي في اول عمود اعمل منزلقة، بين الفراغ اللي بعديه اعمل منزلقة، تمام. ارتفع 3 سلسلة وفي نفس المكان اعمل عمود، سلسلتين، 2 عمود، وهاجي الفراغ اللي الناحية التانية هعمل فيه برضو 2 عمود، سلسلتين، 2 عمود، تمام. هلف الشوك
وأعمل حشو، فأول عمود وبعدين حشو في السلسلتين، ارتفع 3 سلسلة نفس المكان، هعمل قف من ايه، من 3 غرز. في الناحية التانية الفراغ هعمل قف من 3 غرز. ادي هنا واروح قصه الخيط تمام كده. اكرر بقى الموضوع ده داير ما يدور، دايما ابقى مخليه بالي ان انا ببتدي وشي للايه، للشغل، وش الشغل ليا انا، مش الظهر، الوش بتاعه، عشان اول واحده ابتديناها كده تمام، عشان كلهم يقفلوا بنفس المنظر تمام كده. نخلص بقى وارجع. انا كده خلصت المفرش زي ما انتم شايفين كده، هو كده مقاسه، هقيسه لكم القطر بتاعه. حوالي 48 سنتي قطر، نقيس من هنا كده 48 سنتي قطر تمام. هو اخد مني بكرة زي اللي انا وريتها لكم اللي هي الجوردن دي، اخد مني بكرة 50 جرام تمام، وحتة صغيرة يعني ما مكملتش 10 جرام او 20 جرام. انا عملت منهم 2، المفروض ان ده طق تمام. الفكرة بقى انا هعمل ان شاء الله المرة الجاية البيضاوي بتاعي، هو مش هيبقى نفس الغرزة بالظبط، بس يعني مش نفس المنظر طبعا، بس نفس الغرزة فيها الأناناسة من بره كده. فالمرة الجاية ان شاء الله هنعمل البيضاوي بتاعه بحيث انه يبقى طقم على بعضه، 2 للكمود وواحد للتسريح تمام. اشوفكم المرة الجاية، متنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وان شاء الله المرة الجاية هنعمل سوا البيضاوي بتاعه. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.